ومن مسائل الزكاة أنه لا بد أن يمضي الحول، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وبالتالي بعض الناس تجب عليه الزكاة في محرم ولا يخرجها في محرم، خطأ. تجب عليه في صفر ولا يخرجها في صفر، خطأ. من حين ما تتم السنة يلزمك أن تخرج الزكاة، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان. نحن ذكرنا مسائل الزكاة لأن كثيرا من الناس يؤدون زكاة أموالهم في رمضان، لكن لا يعني أن من وجبت عليه الزكاة في محرم أن يؤخرها إلى رمضان، لا. متى ما وجبت عليك الزكاة أخرجها في أي شهر كان، ولا يجوز أن تؤخر الزكاة من حيث الإخراج إذا تمت عليها السنة إلا لثلاثة أمور: إما لضرر يستوجب أن تؤخرها، وإما لحاجة، وإما لمصلحة. مثال الضرر: تصور لو أن عندي قطيعا من الإبل والدولة تبث من يجب الزكاة وتأخر جاب الزكاة أن يأتيني وتمت السنة، أخشى لو أنني أخرجت الزكاة بعد تأخر هذا الموظف من قبل الدولة، أخشى أن يأتيني بعد شهر أو بعد شهرين ويطلبها مني، هنا يجوز أن أؤخرها دفعا للضرر. أو كان عندي سراق وأخشى لو أخرجت مالي أن يسطو علي، لا إشكال في تأخيرها للضرر. أو لحاجة: تصور وجبت علي الزكاة وأموالي ليست موجودة، ليست عندي سيولة، وإنما هي مثلا في عقارات أو ما شابه ذلك، وليس عندي مال لأخرج الزكاة، هنا حاجة، لو أخرتها لا إشكال في ذلك حتى يتوفر معك مال لتخرج منه الزكاة. أو لمصلحة، أحيانا تكون المصلحة للفقير أن تؤخرها. مثال ذلك: أنت تعلم أن هناك فقيرا مدقعا في الفقر ولكنه مسافر، وتنتظر أن يأتي بعد شهر أو بعد شهرين، لا إشكال في ذلك لمصلحة الفقير. أو الناس ينثرون زكاة أموالهم أو يكثرون من الصدقة في موسم الصيف مثلا، وإذا جاء وقت الشتاء إذا بالفقراء يحتاجون إلى المال، لو قال سأؤخرها حتى يأتي فصل الشتاء لحاجة الناس أو أي فصل آخر حتى يحتاج الفقراء إليها، لا إشكال في ذلك. ومع هذا كله الله أعلم بالنيات، كل يعلم الله عز وجل قصده، ومع هذا كله يجب أن تكتب في ورقة وأن تشهد من عندك أن الزكاة وجبت عليك، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك، قد يتوفاك الله عز وجل فتكون ذمتك بذلك بريئة.